في شهر رمضان تؤوب النفوس وتطيب الأرواح. شهر الصيام الذي ما فيه إفطار، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر مبارك أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتب من النار. للمؤمنين في الشهر الفضيل مع ربهم خلوات وجلوات. أيها المؤمنون، تلقوا هذا الشهر الكريم بالعبادة، بالجهادة، بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واحة للاستزادة وميدان للمسارعة في الخيرات واستجابة للموعظة الحسنة. وعدنا الله بالقبول وبذكر الله. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. صلة الأرحام درجة عالية. اقرع الباب ونادي يا رفيقا بالعباد، أنا عبد وابن عبد وإلى الحفرة غادي، ليس لي زاد ولكن حسن ظني فيك زادي. رضيت بالله ربا. الموعظة الحسنة مع العلامة حمود بن عباس المؤيد على شاشة آزال خلال شهر رمضان المبارك. وبالإسلام دينا.